السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنحضروا واحد الطبق اللي كيعجب المغاربة تقريبا كاملين، اللي هو الفلفلة معمرة. على بركة الله، بالنسبة للمكونات غنحتاجوا الفلفلة، كتحيدوا لها الطريبيج ديالو وكتنقيوه من الزريعة اللي لداخل. وغنحتاج الروز مسلوق، من الأحسن يكون الروز أبيض ماشي صفر، الزيت مقطع، زيت العود، شوية التوابل اللي هي الخرقوم، شوية الهريسة، سكنجبير، الكمون، الطحميرة، وشوية الملح، قزبر ومعدنوس. وبالنسبة للصوص غنحتاج المطيشة والبصلة وشوية ديال التوابل اللي هي الكمون، الطحميرة، سكنجبير، الخرقوم، والبزار، والملح، جوج معالق ديال الزيت. وبالنسبة للطبق المرافق ديال هاد الفلفل المعمرة، أنا اختاريت ندير الدجاج اللي غنتبل بواحد التتبيله اللي كنشريها من واحد المحل اللي هو سميتو اويل اند فينيغر، كاين يمكن واقيلا كاين غير في اوروبا وامريكا. هنا التوابل هادو كيجيو زوينين، خصوصا اللي كنتو غتشويو اللحم او الدجاج او السمك. اول حاجه كنديرو هي كنشدو الروز اللي مسلوق وكنخلطو مع التوابل كامله والزيتون الخضر باش كنعمرو الفلفل ديالنا. حاجه كناخذ المطيشه والبصله وكنطحنهم وكنخلطهم مع التوابل والقزبر والمعدنوس وكنديرهم في شي طاجين ولا شي كاميله باش يتشحروا مزيان. من بعد ما كيتشحروا كندير الماء وعاد كندير الفلفله ديالي.
بعد ما تشحرت لاصوص كنزيد شويه الماء، الماء كيبقى على حساب الاختيار، وكنحط الفلفله ديالي وكنزد عليها ونخليها تطيب على خاطرها. هنا شدات لي الوقت تقريبا شي 20 دقيقه باش طابت. كنصيب التسبيله ديال الدجاج وكنخليه مرقد واحد 10 دقائق. بالنسبه للتسبيله ديال الدجاج الا ما كانش عندكم هاد التوابل هادو يمكن لكم ديروا اي توابل بغيتوا. بالنسبه للطياب ديال الدجاج لكم الاختيار، يمكن لكم ديروه في الفران، انا اختاريت اليوم نطيبو في الباربيكيو. بالنسبه للباربيكيو انا خديتها ب 90 اورو من اكسيون، صدقات ليا زوينه، كانت عندي وحده كبيره كنت كنطيب فيها وداكشي، واخا هكاك ما ماشي شي حاجه اللي كتبرد القلب. اما هذه خديتها غير بالصدفه ب 90 اورو، صدقات ليا زوينه واخا صغيره، كطيب داكشي دغيا وما كتكونسوميش الفاخر بزاف، زوينه. النتيجة ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، وكنقدمو بهذا الشكل هذا، وبالصحة والراحة، وما تنسونيش بلايك ابوني باش يوصلكم دائما الجديد، لحقاش عندي مازال بزاف الحوايج غنتقاسمهم معكم ان شاء الله. خليتكم هاد الساعة بخير، بسلام عليكم.